سعيد الرواني موجود في الساحة الوطنية. الحمد لله أنا حبست الكرة، حبست هذه السنة اللي مضات، وأنا قريب أنا الحب ديالي للفريق ما غاديش يبعدني. أنا ولد مدينة بالقصيري وقريب الفرقة، وكنتمنى نحقق المنتخب ديالنا إن شاء الله هذا العام اللي هو الصعود بيان سور، وخا ما تنبانوش في الساحة حنا قراب للفرقة. وبالنسبة للجمهور ديالنا ديال القنيطيري حتى الكاك خيرها ما غاديش ننساه، الفضل ديالها ما غاديش ننساه، لا جمهور حلالة بويز، لا الناس ديال المدينة، لا المسيرين القدام، لا المسيرين الجداد، بطبيعة الحال الكاك كتبقى في القلوب ديالنا. أنا ديما تنقولها بالرغم من أنني دوزت فراقي الحمد لله على قد الحال، كيبقى الفريق الحب ديال الفريق اللي عندي في القلب ديالي هو الكاك من الوراء بالقصيري بيان سيغ، المدينة اللي نجبات سعيد الرواني. وأنا غادي نكون ديما قريب سواء بالقصيري سواء النادي القنيطري، غادي نكون ديما قريب بالفضل ديالكم السي عمر. وبهذه المناسبة كنشكر قناة أخبار الفجر، كنشكركم على رأسها السي عمر شباخ بيان سيغ غني على التعريف، الحاج الفيلالي اللي صراحة كنفتقدوا لهذا الإنسان من اللي كان في الفريق ديال النادي القنيطري، كان تيعطي إضافة كنعرفوه ما غاديش نجاملوه بأخلاقه بفلوسه بكل شيء. مي كنتمنى من الله الناس ديال القنيطرة والمسؤولين يشوفوا في هذه الفرقة هذه، يرجعوا الكاك للدرجة ديالها اللي هي القسم الوطني الأول. كنتمنى من الله ترجع الكاك ترجع للقسم الوطني الأول، وبالقصيري يطلع القسم ديالها اللي هي القسم الوطني هواش أليف. وكنتمنى من الله هذا العام تكون الصعود بالقصيري، بالرغم أن الكاك كنشوفه كتعاني شوية، يكون الموسم اللي جاي إن شاء الله يكون الصعود النادي القنيطري إن شاء الله. الحاج قبيله قال واحد الكلمه، قال لا نوستالجي. انا كنتفكر انا واحد المقابله ما بغاش ننسى ليا اللي كنت فيها متميز جدا، وهي المقابله اللي لعبنا ضد الوداد في الدار البيضاء. طبيعه الحال ذاك الماتش سبحان الله كان ما كناش بيني وبين، كان عندنا واحد الرئيس بلا ما نسميه كان قال لنا هذا الماتش ما كيهمنيش ما تاخذوش ليزافيرتيسمون، اللي كيهمنا الماتش اللي من وراه ديال الحسيمه ندخلوا نربحوا. مشينا كنا تعاونا الدراري، كان عندنا حمل ثقيل ديال ديك الفرقه، ما يمكنش انك ديك الفرقه حملها ثقيل علينا، ما يمكنش انك تدخل شي ماتش خصك تربح. واخا دخلنا ربحنا ذاك الماتش الوداد، وكان العكس ربحنا الماتش الوداد كنا دخلنا في القنيطره الحسيمه وخسرنا معها. هذاك البيت الوداد ما غاديش ننسى، كيبقى من بين الذكريات ديالي. واخا كتماركيتو على واحد الصديق ندير عزيز وغالي، بالنسبه لي احسن غارديان كاين في المغرب. هذه كره القدم هذا الشيء اللي كيبقى وكتسالي هكا. الحمد لله ملي كيبقى عندك الحب ديال الجمهور والحب ديال الفراقي اللي دزتي فيهم وفيما مشيتي كيحلوا لك يديهم، هذه ما يمكن لي نقول انني كنشكر هاد الناس كاملين، كنشكر الفراقي اللي دزت فيهم، كنشكر جميع المكونات ديال الفرق كاملين اللي دزت فيهم، وكنشكركم بداكم نتوما مره اخرى السي عمر على هاد البادره اللي كتقوموا بها تجاه هاد المدينه هذه، والباب مفتوح في وجهكم الوقت اللي جيتوا مرحبا بكم. سعيد دابا فين هو؟ سعيد دابا يلاه عند اونكاز ان شاء الله في التدريب، عنده وزلي ديبلوم يلاه بديت فيهم ان شاء الله هاد السنه هذه، والسنه الماضيه السنه المقبله ان شاء الله غادي تشوفوا سعيد في الساحه ديال التدريب ان شاء الله. تدريب ان شاء الله. احمد راه شاد واحد الفرقه تا هو في العصبه اللي هي اتحاد لاله ميمونه، وراه غادي مزيان الحمد لله، كنتمنى له الخير والتوفيق. شكرا لكم السي الان. والتوزيعه والكره لفابريس اونداما، يعود ويسترجعها فابريس ويضيعها لمصلحه الرواني. الرواني جول والأهداف المباراة للنادي القنيطري. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.